الجزئيه الثانيه عشان اقول لكم ان ازمه التحكيم في من يدير مش في اللجنه. الاستاذ ايهاب الكومي عضو مجلس اداره الاتحاد وانا بحترمه على المستوى الشخصي وهو زميل، خرج بتصريحات واتكلم على هدف مباراه الداخليه والزمالك، وقال هدف الداخليه هدف غير سليم، وقال الكره تسلل. طب انت سالت لجنه الحكام هل عرفت راي مارك كلاتنبرج في هذا الهدف؟ وهل يجوز ان عضو مجلس اداره في اتحاد الكوره يطلع يعلق على قرار تحكيمي في ظل ان في لجنه موجوده؟ ما انت كده وقفت مع طرف ضد طرف، ده انت المفروض عضو اتحاد كوره شخص محايد لا تبدي اي راي فني في قرارات تحكيميه، لان انت بتصادر على الشغل الفني للجنه الحكام. طب الوضع هيبقى ايه دلوقتي بقى؟ لما مارك كلاتنبرج في الفيديو التحليل اللي هيطلع خلال الساعات اللي جايه يقول لك الكره هدف سليم، مفيش فيه اي تسلل. لان النهارده انا عرفت من مصدر في لجنه الحكام ان لجنه الحكام اقرت بصحه هدف الداخليه في مرمى الزمالك، ومارك كلاتنبرج اشاد بقرار محمد الصباحي في تقنيه الفي ار سليم، وسيتم التعامل مع الحكم المساعد اللي تم رفع الرايه انها تسلل انه اخطا خطا فني جسيم. وبالتالي ما هو موقف دكتور ايهاب الكومي في تحليل هذه اللعبه في ظل ان الناس المختصين لجنه الحكام النهارده في اجتماع جلسه اونلاين مع الحكام وفي وجود كل اعضاء اللجنه، مصدر في اللجنه بلغني ان الراجل مارك كلاتنبرج قال لك ان الهدف سليم، وقال كمان ان القرار صحيح جدا واللجنه اكدت على صحه هدف الداخليه. طب ليه؟ ليه ندخل نفسنا طرف في حالات تحكيميه احنا مش مختصين بيها؟ لا حضرتك حكم ولا كنت مساعد ولا سالت اللجنه. ليه بنحاول نجامل البعض في قرارات واضحه وصريحه؟ ليه بنعمل جدل بدون داعي؟ دي نقطه. الثانيه، النقطه الثالثه، اتقال ان في ايقاف للحكم الدولي سمير جمال وفي ايقاف للكابتن امين عمر. سالت لجنه الحكام قالوا لي لم يصدر اي قرار ولم نتلقى اي اخطار بايقاف سمير جمال او بايقاف امين عمر، واكدوا ان الاثنين غير موقفين، الاثنين مش موقفين ومفيش اي قرار باحالتهم للتحقيق، بل بالعكس مارك كلاتنبرج اشاد باداره امين عمر لمباراه اسوان والزمالك، واشاد بالقرارات التحكيميه اللي تمت في مباراه اسوان والزمالك وفي مباراه الداخليه والزمالك. وبالتالي لا في اي ايقافات ولا في اي احاله لاي تحقيق ولا في الغاء لاي قرارات تمت في الفتره دي. خلال الساعات اللي جايه هتسمعوا حاجات مهمه جدا بخصوص الحكام اللي هيديروا مباريات الجوله اللي جايه، وبالتالي مهم جدا ان انا اركز مع حضراتكم في التفاصيل دي واكون دايما حريص على اظهار الحقيقه فيما يحدث في ملف التحكيم. لا في حكام اتوقفت ولا في حكام اتحولت للتحقيق، بل بالعكس مارك كلاتنبرج اشاد بالقرارات التحكيميه اللي تمت في المباريات السابقه، وهو شفنا من خلال القاهره 24 الكلام الرسمي اللي اتقال في الاجتماع، والراجل عارف ان مفيش اي اعتراضات رسميه الا من نادي واحد فقط. وانا بقول للكابتن توفيق السيد، ودي الرساله الاولى وممكن ما تكونش الاخيره، يا كابتن توفيق انت عندك رئيس لجنه محدش بيتواصل معاه، اتمنى انك تمشي على نفس خطى رئيس لجنه الحكام ولا تتلقى اي اتصالات هاتفيه من اي زملاء في مجال التحكيم، لان انت مش عارف مين ممكن يكون قاعد جنبه فياخد السماعه ويكلمك ويبقى في حوارات ملهاش اي داعي، في ظل ان رئيس اللجنه لا يتعامل الا مع حاجتين، مع الحكام ومع مجلس اداره اتحاد الكوره. ليه بقى انا بركز على كل التفاصيل دي وقلت الهدف صحيح؟ الشغل البلدي خلاص بطل، يعني الناس اللي بتحاول تقدم ماده اعلاميه فيها شغل بلدي بطل خلاص. احنا دلوقتي في مرحله البراندات والمولات والدنيا اختلفت تمام، احنا في عصر السوشيال ميديا، فاي شغل بلدي هيتقال عن ايقاف حكام او لا. الحمد لله احنا عندنا مصادر وبنثق تمام الثقه في كل مصادرنا داخل اتحاد الكوره وداخل اللجنه، وبنعرف القرارات الصحيحه اللي بيتم اتخاذها. لو في حكم اتوقف بسبب مثلا خطا تحكيمي للاهلي هنطلع نقول، لو في هدف تم احتسابه لصالح الاهلي وفي خطا تحكيمي هنقول الهدف ده غير سليم والاهلي فاز بخطا تحكيمي. لكن الحمد لله على مدار 12 مباراه كل القرارات التحكيميه اللي صدرت في مباراه الاهلي بتبقى لصالح الاهلي الحمد لله سليمه 100%، بل بالعكس بيبقى لنا قرارات ثانيه للاسف لم يتم احتسابها لصالح الاهلي، ومارك كلاتنبرج خرج في اكتر من مناسبه وقال الكلام ده. فمش هنسمح باي شغل بلدي بيتقال على ايقاف حكام
لان خلاص عصر السوشيال ميديا وعصر الاعلام دلوقتي اختلف، وبنقدر نوصل لاي معلومه بالنسبه للاجتماعات اللي بتتم في الساعات الاخيره. النهارده كان في اجتماع اونلاين ما بين كلاتنبرج مع الحكام، وقلت لكم كل الكواليس اللي تمت بالنسبه للحالات التحكيميه وموقف الحكام، وكمان الكواليس اللي تمت في اجتماع مارك كلاتنبرج مع جمال علام.